طيب معانا تليفون، خلونا نستقبل اتصال تليفوني تاني وعلى هذا الاساس هنحدد ايه اللي هيحصل. الو. الو، ايوه كده الصوت طلع. ازيك؟ الحمد لله بخير، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه جدا الاول ان انا بكلم حضرتك، ربنا لان انا كان يخليك. نفسي من زمان اتواصل معاك. انا متابعه البرنامج من بدري. انا كانت عندي مشكله وكنت محتاجه اخد راي حضرتك فيها. يعني انا متجوزه جواز صالونات وكده، وبعد اول سنه جواز بدات المشاكل تحصل، يعني مشاكل كتير اكتشفت في حاجات كتير كان مخبيها عليا قبل الجواز وكده، وحصلت مشكله كذا مره وسبت البيت. والمرات اكتشفتي انه كان مخبي عليكي ايه قبل الجواز؟ كان في علاقه مع حد. طيب قبل الجواز انت مالكيش فيها؟ تمام، بس دي اثرت علينا، يعني احنا كريستيان يعني. بس طيب ثانية واحدة، ثانية واحدة، انت كريستيان مش كده؟ طيب اثرت عليكي في ايه؟ يعني بصي انا مسيحي وعارف انا بكلمك في ايه، فانا عارف. انا فاهمه. واحد كان كان عنده ليها علاقه قبليكي، اضرار، كان مع حد متجوز يعني. بس يعني مثلا اللي كان معاه دي مثلا عنده منها طفل، لا 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 خالص، بس هي يعني خد منها مرض. لا لا خالص، بس حصلت لنا مشكله وبعد عني فتره، يعني بسبب حوار يعني حصل، و يعني مشكله يعني مش قادره اتكلم عشان بس. المهم بعد كده انا استحملت كتير وعديت كتير وكده، بس بصراحة كنت يعني هو لقيت الفترة دي ان هو كل ما اجي جنبه ناحية الموبايل الاقيه بيتكلم مع بيشيت مع حد. طبعا مش عايز يوريني هو بيشيت مع مين، اسأله. فانا ما عنديش ثقة فيه. من ساعة ما اكتشفت الحوار ده حسيت ان انا مش بثق فيه يعني. فالثقة دي بتتبني مش في يوم وليلة، يعني بتتبني بمواقف. فبحس ان هو بيخبي عليا كتير، فبقعد ادور ورا كتير وبقعد افتح موبايله كتير كده. بس الفترة الأخيرة دي كنت دايما هو مش مهتم بيا ولا ببيته، انا ما عنديش منه اولاد يعني. و بصراحة كنت بلاقي ان هو بيهتم بناس تاني يعني. كنت بقعد ادور كتير وخلاني ثقتي في نفسي تقل يعني. بس المهم رحت بعد كده، كنت بدخل على الناس دي، هم مش مصريين، كنت بدخل عليهم بصراحة اشوف هم فيهم ايه يعني. كنت بعملهم فولو وباينة صورتي معاه وكده. المهم جه في مرة كان طالع مع حد وكده، فما اعرفش بقى ايه اللي حصل. جه بقى البيت عامل معايا مشكلة كبيرة، مد ايده عليا. طالع مع حد لايف يعني من الناس؟ لا لا لا، طالع مع حد بره. واحدة يعني صاحبته؟ ما مش عارفة بصراحة، هو بيقول عكس كده يعني. بس طبعا انا ما رضيتش ابين له ان انا شفت الرسائل بعينيا وسبت كده خالص. جه طبعا اشتغل اتخانق معايا وبتاع، فانا بقول له انت ازاي تدخلي على الناس اللي عندي وتبعتي لهم فولو، وازاي تعملي كده؟ وانا ما بكلمش حد، انا ما بكلمش حد، بس كل اللي بعمله انا بشوف مين دول. بس هما مش مصريين يعني. بس أجانب. المهم بعد كده مد ايده عليا، انا سكت وما رضيتش اتكلم، كنت عايزه امشي واسيب البيت. طبعا هو ما كانش عايز يمشيني. بعد كده اخدت يومين في البيت كده ساكته، مش بتكلم ولا اي حاجه، قاعده ما بتكلمش. لقيته هو هيمشي ويسيب البيت، كلمت بابا في نفس البلد وكده، خليته جي عشان يهدي الدنيا ويتكلم معاه ويحاول الدنيا تهدى. بابا دخل بيقول في ايه بتاع مفيش ايه. طبعا هو ما كانش عايز يحكي. انا حكيت لبابا وقلت له ده حصل 1 2 3، وانا اتاكدت ان هو كان فعلا امبارح مع حد. هو اغلبيه ايامه بيتاخر بره ويقول لي انا معايا شغل. انا تعبت من كتر ما انا مستحمله وهو مش حاسس ان انا عليا ستريس كبير يعني. المهم قال له انا مش عايز اعيش معاها ومش مستحمل العيشه، وعيش الدور ان هي عامله دور بتدور ورايا كتير، ودور التحقيق ده ما ينفعش معايا، وهي تحرم عليا وما تحرمش عليا. كلام مش بتاعنا يعني، مفيش حاجه اسمها تحرم عليا. ولو عشت معايا تعيش كاختي. بابا قال لي لا خلاص لمي شنطتك ويلا ما تقعديش معايا. بس انا مشيت من البيت وكده. بس انا مش بالك قد ايه ماشيه من البيت يعني 23 يوم كده، لقيته غير كالون الشقة، عمل لي بلوكات على كل حاجة. بص يا بنت الناس، وهو مش عايز يتغير. مش فكرة يعني يتغير بقى ولا مش يتغير، احنا النهاردة في نقطة تانية أهم من يتغير.
اهم ان انت كرامتك فوق كل شيء. طبعا انت قاعده في بيتك، في بيت ابوكي، معززه مكرمه. اوكي، هو بقى غير كالون الشقه، راح سرح لف دار، ربنا قادر يبعت له اللي يفوقه. لما بالذات البني ادم بيتظلم وظلمه بيبقى جامد قوي وبيلجا لربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب ارجوك انت شايف اللي حصل لي اتصرف. انما انت لا تفكري تكلميه ولا تفكري تقربي منه ولا تفكري توسطي حد ولا تفكري ترجعي له. سيبيه هو لما يتلطم ويرجع. انما لو ما رجعش انا اقولها لك بمنتهى الامانه، اكيد عندك اب كاهن في الكنيسه، تروحي تقولي له حصل كذا كذا من الشخص ده. عملت كده بالفعل يعني، والشخص ده سايبني بقاله شهور وانا لو كده انا عايز انفصل، ولو سمحت اتدخل انت في الموضوع عشان انا عايز انفصل. لان ما ينفع. انت عندك اولاد؟ لا ما عندكيش اولاد. هو اصلا مش عايز. هو مش عايز وممكن يكون مش عارف يعني. مش فكره مش عارف، هو حاسس الموضوع ده مش في دماغه يعني، عشان يمكن مش عايز يتعلق اكتر من مش عايز يتحمل مسؤوليه. آه. عايز يعيش بره. انما طالما وصلت لضرب واهانه وانا مش عايزها ومش عارف اعيش بالشكل ده وبالسلامه اتكلي على الله، وابوكي اخدك وراح بيكي لحد بيته وقال لك خلاص خش يا بنتي انت في بيتي اهو موجود عندي، ما تفكريش تخبطي على بابه تاني باي شكل من الاشكال. الكلام يتغير اما هو يرجع يخبط على بابنا، يبقى هنا في كلام تاني وفي كبار بيقعدوا مع بعض وفي حدود بتتحط وفي امور بتتظبط.